بابا. الله بابا. يا عيون بابا، سيبت ركبي يا شيخه. انت بتعمل ايه؟ انا افتكرتك اللي بالي فيها. لا يا بابا ما تخافش. الله الله الله، انت لابس النهارده وخارج ولا ايه يا بابا؟ طبعا بقالي مده ما خرجتش، والبركه في الست والدتك. ما هي قلبها عليك وخايفه على صحتك يا بابا. صحتي؟ صحتي بقت عدم من قعاد البيت ومن الشخط والنطر اللي نازل فوق دماغي. معلش يا بابا عشان خاطرنا. ما هو يا بنتي عشان خاطركم انا مستحمل الغلب ده كله. ويا ترى هتجيب لي معاك ايه النهارده؟ اللي تطلبيه. الكتب اهي سلبيه. اللي يخاف من امك تطلع له. يا خبر. الله، الكتب. انت لسه هنا يا شلبيه؟ هي ليا ما راحتش المدرسه؟ والله عال، هي فين؟ يا ست هاني. انا هو يا ماما. صباح الخير. انت لسه ما رحتيش المدرسه؟ اديني رايحه حالا يا ماما. اسمعي. ايوه. وصليها وارجعي اوام علشان تحضري الغدا. احضر لكم ايه غدا النهارده يا ستي؟ خضار مسلوق وحته لحمه مسلوقه. البيوي او الاولاد ما بيحبوش المسلوق ابدا يا ستي. ان شاء الله ما حبوه، انا بحبه، انا معدتي تعبانه وبستريح في الاكل ده، ده اكل صحي ومفيد. خلاص بدل حضرتك عايزه كده خلاص اهو كده. وبسلامته التاني راح المدرسه ولا لسه؟ بسلامته. بسلامته لسه. ها على الاول اهو ده اللي ناقص. خضك يا فزدان يا عدمان يا ندمان يا صقد في دروسك. انا مش قلت لك مش مره ما تبقاش تبص من ناحيه الشباك ده؟ حاضر. امشي بروق قدامي على المدرسه. حاضر. امشي. حاضر. امشي لك تانيه هبتك. وانا حلقها منك ولا من ولادك؟ وبعدين يا عصمت، هو كل يوم مفيش خروج مفيش خروج. الدكتور قال انك لازم ترتاح. ارتاح انا هنا في البيت ده؟ ماله البيت ده؟ مش عاجبك؟ لا عاجبني، بس مفيش لزوم. ليه ما تتكلم ساكت ليه؟ ما انت من يوم ما اتحلت على المعاش ما انتش طايق تقعد في البيت دقيقه واحده بس، كل شويه عايز اخرج عايز اخرج عايز اخرج. انا دلوقتي مش عاوز اخرج وبس، انا لازم اخرج. بتقول ايه؟ اخرج عشان اقبض لكم المعاش. معاش؟ معاش ايه يا ابو معاش؟ هو لولا القرشين اللي بيقولي من املاكي كنا نعرف نعيش؟ نعم. املاكك؟ املاكك ايه يا ام املاك؟ تقوليش البيت الحديد يا شيخه؟ خلي الملك للمالك، اعملي معروف، سيبيني امشي والواد يروح مدرسته. يلا يا ابني توكل بقى كده. طيب انا حوري لك تبقى مين عصمت بنت الريس قنديل. الو، انا عصمت هانم رئيسه جمعيه البيت السعيد. سشحاته؟ مين اللي عايزه؟ ابو الفتوح؟ ايوه. هو مش موجود. اي ازعاج، انا موجود اهو. هو مش موجود. انا قلت مش موجود تبقى مش موجود. يا شيخ حرام عليكي، ابو الفتوح عشرة العمر كله، ليه ما تخلينيش اكلمه؟ انا مش عايزه تعرف الاشكال دي. انا مستنيك على القهوه. قال اهو ده اللي كان ناقص القهوه.